أهلا متابعينا. فجر طلاق نجم الراب الشبابي الجزائري فوبيا إسحاق مع زوجته مضيفة الطيران مواقع التواصل الاجتماعي بين مكذب للخبر وبين مصدوم وبين منتظر بسبب الفضائح التي فجرها عدوه اللدود أوبرا تانغو. لنأخذ الأمور بروية ونتابع تسلسل الأحداث، حيث هدد كل من فوبيا وأوبرا بعضهم البعض بكشف الفضائح، وكل مرة يكشف طرف منهما فضيحة للآخر إما بتسجيل صوتي أو فيديو، لكن الغلبة في الأخير كانت لأوبرا الذي تمكن من كشف مفاجأة من الوزن الثقيل حسب قوله، ألا وهي علاقة حميمية تجمع فوبيا بالتيك توكرز فولا أدت إلى حمل هذه الأخيرة وإجهاضها. ورغم خروج فولا في لايف مع فوبيا وحلفانها على المصحف بأن ادعاءات أوبرا كاذبة، إلا أن أوبرا أكد أن لديه تسجيلات الفضيحة وسيرسلها إلى زوجة فوبيا مضيفة الطيران في القريب العاجل، وقد تحداه فوبيا أن يفعل ذلك، ويبدو أنه حدث بالفعل بعد إعلان الرابور الجزائري طلاقه من زوجته، وهذا تصريحه.